مع الحصة السلام ومرحبا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا عشاء صيفي خفيف وظريف. نتمنى تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو كيما هو وتعديوا للمقادير وطريقة التحضير. هكا على نحط الشوايه ونقعد نشوي هكا على الغاز هكا كامل نشوي كامل حتى يتشوى الكل. نجمو مثلا تشويوه على الفحم ولا على الكانون. انا حبيتها اليوم اسرع شويه اخف يعني عملتها على الغاز هكا. نكمل نشويهم الكل بعد ما يتشويو كما تشوفوا لهنا هكا باش نحطهم في كيس بلاستيكي باش يعرقوا وبعديك نقدر نقشرهم معناها كما تشوفوا لهنا. نكمل نشويهم الكل هكا كلهم نفس الطريقة الفلفل والطماطم والبصل ونعجنهم. أولا هنا بعد ما كملت تشوية الفلفل رميت بعض الطماطم قاعدة توا نشوي فيها كما تشوفوا لهنا هكا حطها ونقلبها بشوية بشوية حتى تتشوى مش شرتين. توا هذه هكا السلطة نتاعي بعد ما شويتها وخليتها في الساشي شوفوا كيفاش عرقت عليها الساشي. توا لهنا هكا باش ناخو كيما هكا بشوية بشوية ونحاول نعمل لها هكا نسلخها هكا شوية نقشر هذيك الأسود تعملو كيما هكا مع إنه هو عرقانة فيه الساشي. شوفوا كيفاش هكا يتنحى الكل نحيل هكا نحيو هكا هذا شوفوا كيفاش ونحيو لها الزريعة نتاعها هكا. انا نحب فيه شويه هكا كحال مش برشا يعطي يبان للسلطه المشويه نتاعنا. شوف كيف كيف هكا هذه هكا البصل بعد ما تشوى شوفوا كيفاش سهله تعملوا كيما هكا بعد ما عرقت عليه الساشي الكيس البلاستيكي. شوفوا كيفاش نعملو هكا يتنحى. انا ما نحبش نحيه الكل نحي شويه شويه الاغلب يعني هكا نعملو هكا يتنحى القشره نتاعو. اوكي باش نكمل نقشرهم الكل ونرجعو. توا لهنا هذه السلطه نتاعي قشرتها كيما تشوفوا هكا ليش الكل يعني خليتها شويه شويه. توا لهنا هكا هذه الثوم زاده شويته كيما تشوفوا. خذيت الميكسور هذه هكا باش نحطها في وسط. انا ما نحبهاش مرحيه برشا نحبها مدقشه يعني تقريبا كيما المهريز هكا. نحط فيها السلطه كامله نتاعي هكا نجمو ترحيوها باي رحايا اخرى عندك اي حاجه متوفره هكا. بسم الله هكا الثوم ياخو هكا
برشا وما هيش خشينة. واو سمك. لهنا بالنسبة للفريحة نتاع سلطة مشوية باش نضيف عليها تبن وكروية كما تشوفوا هكا، هذه هكا نص مغرفة تبن وكروية ومغرفة ملح بتبيع حسب الرغبة، هذه هكا ملح هكا زيت زيتون جبتكم كل نشاهدكم. طول هنا هذه الحوت نتاعي ما نعرفش هنا هذه هكا انديس، فما شكون يسميه سمك السول. شخديت لهنا خديت شوية زنجبيل تبلو كروية كركم فلفل أسود ملح وشوية بابريكا، هذو ما هكا اللفاحات متاعي متاع السمك ولا الحوت متاع ليمون ولا حامض بسم الله هكا وزيت زيتون. نحرك التتبيلة متاعي كلها هكا هذه هكا توا نكمل نحط السمكة متاعي كامل في التتبيلة. نغطيه ونخليه يتشرب التتبيلة كاملة ومن بعد نعديه ونوريكم كيفاش باش نطيبوه. توا لهنا باش نبدا نقلي في الحوت متاعي كيما تشوفوا لهنا باش ناخذو هكا بعد ما حطيته في التتبيلة خليته تقريبا ساعة هو في التتبيلة. خديت لهنا فرينة الدقيق الأبيض باش نحطو كيما هكا في الفرينة هكا، هذه بيض هكا حطيت البيض وحطيت فيه شوية فلفل أسود غطسو في البيض هكا، وهذه شابلير اللي هو الخبز الشايح هكا من ناحية أخرى حطيت الزيت متاعي يسخن، ناخو هكا نحط في الفرينة في البيض ولا العظم هكا حطيت لهنا قلبته على الشريفين شوفوا كيف جانا يقرمش واحمر، حطيت البلان تاعي حطيت فيه ورق الطبخ. شوفوا لهنا صرت شويه الزيت اللي كان صبيته على اللون كل شيء بدو توا باش نضيفلها مكون سري اللي هو الزيت تاع القلب، نخلي السلطه نتاعنا بنينه 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 على الاخر. هو مش زيت معناتها كله زيت، لكن هو فيه الماء اللي مع شوية زيت اللي تتصبر فيه الطن يعطي نكهة بنينة على الاخر للسلطة نتاعي. ولا هنا باش نزين السلطة نتاعي شوفوا كيفاش خديت كعبتين عظم حطيت عليهم صمتهم حطيت عليهم حطيتهم في بابي سلوفان وحطيت على تحتهم هذوما العواد كيما تشوفوا هكا، هما باش كفكرة يعني حبيت نوريها لكم باش يوليولي في شكل وردة. شوفوا كيفاش هكا هكا
وهذه توا سمك السول نتاعنا والانديس نتاعنا احضر. هذه هكا سلطه مشويه عشاء صيفي خفيف وظريف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في وصفه اخرى. وبالسلامه.